السلام عليكم. تغير المبعوثون والانسداد على حاله، غادر باتيلي صفته الأممية ونابت مكانه ستيفاني خوري، وظل يصحبها في أولى جولاتها إلى دبيبة وتكالا والحداد وحفتر، وقبلها تراشقت الأطراف المحلية والأممية بتهم الفشل والأنانية، وصار المشهد من معقد إلى أكثر تعقيدا. زادته في نظر البعثة الأممية المبادرات الموازية على غرار لقاء الجامعة العربية في القاهرة وقبلها مساعي فرنسا. اليوم تكمل خوري ما بدأه باتيلي وقبلها ستيفاني ويليامز، والأخيرة وصلت إلى حكومة جديدة لكنها تعثرت في القاعدة القانونية والدستورية، وخلفها رأي نفسه نجح في إيصال ليبيا لأول مرة إلى إطار دستوري وقانوني، وللأطراف المحلية آراء أخرى، وعلى المبعوثة الجديدة عبء المهتمين. فماذا ستضيف خوري للمشهد؟ وهل تنجح فيما فشل فيه باتيلي؟ وأي فارق يصنح دعمها من أمريكا؟ ولماذا يعيد المشهد نفسه عندما نابت ويليامز غسان سلامة؟ وكيف ستتعامل مع المبادرات الموازية؟ وكيف تقنع القادة على الاتفاق نحو الانتخابات؟ هذه الأسئلة وأكثر مشاهدين نطرحها في حوارية الليلة مع ضيوفنا. سيكون معنا عبر خدمة سكايب من القاهرة المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم، كما سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من بنغازي أستاذ العلوم السياسية في جامعة درنا يوسف الفارسي، ومعنا عبر خدمة سكايب المحلل السياسي فيصل الشريف. أهلا وسهلا بكم ضيوفي جميعا. لعلي أبدأ معك أولا سيد إبراهيم بلقاسم، قبل قليل وردنا هذا العاجل والمستجد وهو متعلق بمطالبة أعضاء مجلس الأمن بتعيين مبعوث جديد في أسرع وقت. سنأتي لهذه النقطة لاحقا، خاصة أن خوري هي المبعوثة بالإنابة وليس بشكل مباشر، وبالتالي أي فارق سيصنح هذا البيان على عمل ستيفاني خوري كنائبة بالإنابة المدة الماضية أو المدة القادمة؟ أهلا بك سيد محمد. في البداية اسمح لي فقط أن أبادل أو أن أعزي عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في وفاة نجلة. صراحة الخصومة السياسية بين الأطراف مسألة، ولكن في هذه الأوقات عند المحن وعند المآسي وعند الأوقات الصعبة يعني نجتمع جميعا ونتعاطف جميعا في مثل هذه المسألة. عزانا عليه صالح، ونسأل الله أن يتقبل فقيده بوسع رحمته. اللهم آمين. ستيفاني خوري التي حتى الآن تعاني من مشكلة قانونية في مسألة حصولها على صفة المبعوث بالإنابة في ليبيا، لذا ما زال عبد الله باتيلي المستقيل والذي قبلت استقالته ما زال يعمل في ليبيا حتى هذه اللحظة، بالرغم من أن استقالته قبلت ولم يعد موجود المفترض في مشهد ليبيا. هذا يدل على أن ستيفاني خوري ما زالت تعاني من عدة إشكاليات، خصوصا يعني على مستوى الشخصي وعلى مستوى رؤية البعثة التي في تقديري لن تنحرف كثيرا ولن تتغير كثيرا عن المسار الذي رسمه عبد الله باتيلي خلال هذه المدة، وعلى الأقل في الفترة الأخيرة، أنه لابد من الذهاب إلى خيار إحدى الحسنين بالنسبة له، هو إما الخمسة مباشرة أو الذهاب إلى لجنة شبه رفيعة المستوى والعودة إلى جنيف في 15-35-55، مش مهم، المهم نعود مرة أخرى إلى جنيف للمحاولة لإيجاد. ما الذي يجعلك متيقن ومتأكدا من أن ستيفاني ستكمل هذه المهمة؟ ما الذي يجعلك لا سيما بعد بيان مجلس الأمن والتحفظ الروسي الواضح في طياته على أن خوري هي من سترأس وستقود المرحلة القادمة أمميا على الأقل؟ إلى أن يوضع أو إلى أن يتم التوافق على مبعوث جديد، وهذا سيأخذ من الوقت الكثير صراحة، ربما أشهر، نظرا لحالة التنافس على ليبيا أو التنافس الدولي الموجود في ليبيا بشكل سلبي صراحة، التقاطعات الكثيرة الروسية الصينية من جانب، الأمريكية الإنجليزية من جانب آخر، الأوروبيين المنقسمين بين أنفسهم، من الصعب أن نجد صيغة واضحة وواحدة تجزم بأن القوى الدولية قد تتفق على. طيب سيد، نعم في هذه الأمر وضحت تماما. اسمح لي سيد إبراهيم، سنذهب إلى بقاء ستيفاني خوري. نعم. طيب دكتور يوسف الفارسي، المبعوثة الجديدة التقت حفتر، وخليفة حفتر مشمول باتهامات المبعوث السابق، أي عبد الله باتيلي مشمول باتهامات الأنانية وتقديم مصلحته
أو مصالحه الخاصة على حساب مصلحة الوطن؟ وبالتالي من الذي عليه تغيير نهجه اليوم؟ البعثة الأممية بقيادة خوري أم خليفة حفتر؟ مساء النور أستاذ محمد، تحية لك وإلى السادة المشاهدين وضيوفك الكرام. أهلا بك. طبعا نحن نعرف أن قدوم السيد باتيلي والسيدة خوري الحقيقة واجتماعاتهم في القيادة العامة للجيش، هذا دليل بأن اليوم القائد العام يعطي هذا الأمر أهمية كبرى، والقائد العام ليس هو الأناني، المجتمع الدولي هو الأناني هو المعرقل، ولاحظنا تأكيد على تقديم استقالة باتيلي نتيجة ضغوط دولية تعرض لها السيد باتيلي حقيقة بعد ما يعني قام بعدة جولات للحوار، رغم أنه هو كان ضعيف جدا في هذا الأمر، ولكن رأى المجتمع الدولي بأن السيد باتيلي بيصل إلى أن ينهي مسألة الجدال والمسألة اللي هي حاصلة ما بين الأطراف السياسية في الحوار الخماسي، وأعتقد أنه هو وصل مؤخرا إلى حل بإدماج حكومة دكتور أسامة حمد، ولكن رأى المجتمع الدولي بهذا الأمر سوف يؤثر على مستقبل العملية السياسية وبأن تكون هناك انتخابات، وبالتالي ضغط على السيد باتيلي لكي يستقيل، ثم أتى بالسيدة، ثم يحاول أن يعطي مجال للسيدة خوري بأن هي أن تبدأ في عملية الحوار، وبالتالي أعتقد أن القيادة العامة حقيقة هي تعطي هذا الملف أولوية، ولكن ليس هي المعرقلة وليس هي التي تحب الأنانية، بالعكس القائد العام يشرف على هذه الأمور، وبالتالي لاحظنا جدية الاجتماعات التي تحدث حقيقة في القيادة مع السيد باتيلي من أجل محاولة الضغط ومحاولة الوصول إلى حل في المسألة السياسية، ورأينا يعني المسألة الأمنية كيف تمت حقيقة فيها تغييرات كبيرة، اليوم حتى المجتمع الدولي والأطراف الداخلية أصبحت تشيد بدور القيادة العام والقائد العام في حفظ الأمن والاستقرار، وكذلك حكومة الدكتور أسامة حمد الذي حققت حقيقة إنجازات عملاقة في مدن الجنوب والشرق، ولاحظنا حالة الإعمار وحالة الاستقرار تفرضها القيادة، وهي مصالح استراتيجية تعتبر للأمن القومي لليبيا، وكذلك لتحسين وضع الخدمات في هذه المناطق بشكل كامل. نعم. طيب، لكن ما يزال السؤال معلق أو ما يزال يبحث عن الإجابة. البعثة الأممية كانت تتعامل بشكل كلي، من يقود هذا التعامل هو شخص عبد الله باتيلي رئيس هذه البعثة. اليوم هل سيتغير خليفة حفتر في تعامله وتعاطيه مع هذه البعثة، لا سيما بعد اتهامات باتيلي السابقة لكل من في المشهد السياسي والقادة الرئيسيين والذين لربما من بينهم ويشملهم خليفة حفتر؟ البيانات أستاذ محمد ديما وحتى الكلام متناقض، فترة فترات يخرج علينا بيان مجلس الأمن بأن السيد باتيلي يتكلم فيه بأن السيد مشير خليفة حفتر بأنه هو المعرقل وأنه هذا لا يوجد هناك جيش، وبالتالي يطلع في بيانات أخرى يغير الكلام ويحضر معه في جلسات ويجتمع به ومعترف به الجيش والقيادة العامة، لكن الأطراف الدولية حقيقة اللي مسيطرة على الملف الليبي هي اللي تحاول تشويه صورة الجيش وتحاول أن تعرقل الإنجازات اللي يقوم بها الجيش، وخير دليل ما يحدث اليوم من حالة هذا الإعمار الكبير والذي حقيقة أصبح يحرج حقيقة الأطراف الداخلية ويحرج المجتمع الدولي ويحرج كل الناس التي لا تريد حقيقة أن يكون هناك أمن واستقرار لهذه المنطقة بشكل كامل والليبيا بصفة عامة. طيب، مع أن باتيلي لم يغير موقفه وما يزال متشبث به، وبالتالي كل ما كان يعبر عليه في وقت سابق عبر عليه في وقت لاحق إلى وقت الاستقالة دكتور يوسف، لكن اسمح لي أن أنتقل بالسؤال إلى السيد فيصل الشريف. سيد فيصل، اليوم تكمل خوري ما بدأه باتيلي ولربما قبلها ستيفاني ويليامز، والأخيرة وصلت إلى حكومة جديدة، حكومة موحدة على كل التراب الليبي، لكنها تعثرت فيما يتعلق بالقاعدة القانونية والدستورية، وخلفها رأي نفسه نجح لربما في إيصال ليبيا لأول مرة إلى إطار دستوري وقانوني، وبالتالي اليوم للأطراف المحلية آراء أخرى مغايرة ومختلفة تماما عن تلك التي كانت تتعامل بها البعثة الأممية، لكن ما الذي يجب على ستيفاني خوري أن تتعامل معه؟ هل المهمتين ألا وهما توحيد السلطة التنفيذية وتوحيد أيضا قدر استطاعتها القوانين أو القاعدة الدستورية هي ما يجب أن تسعى إليه ستيفاني خوري، أم يجب عليها أن تلتفت لأولويات أخرى غير التي ذكرت؟ مساء الخير أخي محمد لك ولضيفيك ومشاهديك الأكارم. بداية محمد،
مش عارف إذا كان الصوت يصلك محمد أم لا يعني. نعم الصوت واضح، تفضل أستاذ فيصل. نعم نعم، شوف يعني سيد محمد، يعني بداية هي ربما ما مدى مصداقية النوايا سواء على المستوى المحلي أم على المستوى الإقليمي والدولي. هل هناك بالفعل نوايا صادقة تدفع باتجاه يعني وجود خرق في هذا الجمود السياسي، وبالتالي الانطلاق نحو آفاق أخرى ومحاولة البناء على ما ربما يعني تبناه عبد الله باتيلي في خارطته، وخاصة هنا وأضع بين هلالين ما يتعلق بهيئة رفيعة المستوى التي أشار إليها، ولكن للأسف وقف عاجزا على أن يعني يمضي فيها قدما. هنا يعني ربما يعني هناك إشكاليات كثيرة محمد، يعني اليوم تقف حجر عثر أمام ستيفاني خوري. الوضع ليس مشابها للحالة التي كانت عليها كنا عليها في زمن يعني ستيفاني ويليامز، ولا حتى في زمن برناندينو ليون، يعني وكلاهما قد توصل إلى حد ما إلى وضع خارطة، ومن خلالها توصلنا ربما إلى يعني إلى خرق في هذا الجمود السياسي، وأنتجنا سلطات جديدة مؤقتة على أمل أن تصل بنا إلى استقرار دائم، ولكن للأسف كل هذا لم يحدث. اليوم نحن ندرك تماما أن هناك في ليبيا طرفا صراع، هذه هي المعادلة التي يجب أن لا نتجاوزها. هناك طرفا صراع في الشرق وفي الغرب، طرفا الصراع اليوم يحتاجان إلى وسيط دولي. ثبتت وأثبتت التجارب خلال أكثر من عقد من الزمان أننا لا نستطيع كليبيين أن نجلس مع بعضنا وأن نصل إلى حلول حقيقية بالإمكان أن تمضي بنا قدما نحو إجراء عملية انتخابية متماسكة. هذا كله لم يحدث. إذن هذا الوسيط اليوم، وأعود على بدء وفيما يتعلق بستيفاني خوري وما أشرت إليه أخي محمد فيما يتعلق بمقارنتها حتى بستيفاني ويليامز، اليوم الظروف الداخلية أنت ترى تنامي حجم الوجود العسكري الروسي، كذلك هناك تنامي حجم وجود عسكري حتى أمريكي، يعني خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية عندما طلب منها أن تخرج من النيجر وكذلك من تشاد، اليوم لا يمكن أن تترك الساحة فارغة للروس، يعني أن يلعبوا هم استراتيجيا في مناطق نفوذها فيما يتعلق بليبيا وفي أفريقيا بجملة، وبالتالي هي تفكر في أن تعيد تواجدها وتركز تواجدها في الغرب الليبي في مواجهة روسيا التي تتواجد في الشرق وفي الجنوب الليبي. هذا ليس من صالحنا ولا من صالح الوسيط نفسه ستيفاني خوري. اليوم المعادلة تزداد تعقيدا أمام هذه المتغيرات على الصعيد العسكري وكذلك المتغيرات إقليميا ودوليا. نحن ندرك محمد أن الأطراف الإقليمية والدولية المستفيدة من هذه الهشاشة والمستفيدة من هذا الوضع المضطرب السياسي المضطرب في ليبيا هي بشكل كبير اليوم لن تدفع في اتجاه الوصول إلى حلول سياسية حقيقية وجذرية بالإمكان أن توصل الليبيين إلى العملية الانتخابية. وما يحدث في غزة وما يحدث في أوكرانيا وانشغال كل هذه الدول وصراعها، طيب. يعني الصراع الروسي الأمريكي صراع كبير جدا، أصبح اليوم من المعضلة بمكان أن تجد عملية توافقية قد تمر من هذين القطبين تحديدا. طيب في المقابل سيد فيصل، القادة لم يتعاملوا بذات الوضوح مع هذا الوسيط أو المبعوث الأممي، القادة نفسهم الممثلين أو الأطراف الرئيسية الفاعلة على القائم على الأجسام السياسية لم يتعاونوا مع الوسيط ولم يتعاملوا بنوايا صادقة مع هذا الوسيط، وبالتالي لا يجب أن يلقى اللوم على المجتمع الدولي وحسب، بل الأطراف المحلية بالدرجة الأولى. شوف هو توضيح صغير محمد، أنا لماذا أتحدث في اتجاه، أنا أعرف في النهاية أن يعني المبعوث أو ستيفاني خوري أو غيرها ما هي الانترناشنال امبلوي، يعني موظف دولي في النهاية، لكن هذا الموظف الدولي لن يتحرك إلا من خلال الدائرة الموجودة والمتفاعلة والقوى المتصارعة داخل ليبيا، هي من يعني يتحكم بشكل أو بآخر في نجاح أو فشل ما يقدمه من خيارات ومن خطط ومن خوارط طريق لمحاولة وجود حلول سياسية حقيقية في ليبيا. أنت طيب. تدرك أن الصراع في الحقيقة هو تغذيه والموجودة والتي يعني تتحكم فيه بشكل جذري هي قوى إقليمية ودولية. الموجودون على الساحة الليبية السياسية للأسف إلى حد كبير لا يملكون القرارات الجوهرية المؤثرة إلا بالرجوع إلى حواضنهم المتمثلة في هذه الدول المؤثرة في الواقع الليبي سواء إقليميا أو دوليا. طيب ليس للقادة أي
أي قرار أو أمر سيد إبراهيم بلقاسم، وبالتالي هم لا يمكن لهم أن يتقدموا أو يقدموا على أي قرار أو إجراء إلا بعد الرجوع لهذه الحواضن كما ذكر السيد شريف. لكن قبل ذلك سيد إبراهيم، أنا نوهت في بداية الحلقة أن الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي كانت قد دعت الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين بديل عن عبد الله باتيلي المستقيل. هذا البديل ذكروا بأنه يجب أن يعين في أقرب وقت. لماذا القلق من هذه الدول ما دامت خوري تنوب اليوم عن باتيلي، وسبق أن مررنا بهذه التجربة في مرحلة ما مع ويليامز؟ هي تكرار وتكرار ثم تكرار لما سبق، بمعنى أنه نفس الحالة التي كانت موجود فيها الظروف في عام 2021 تتكرر مرة ثانية. لازال هناك عدم توافق أو الحد الأدنى من التوافق بين أعضاء مجلس الأمن فيما يتعلق بوضع بعثة الأمم المتحدة، الدعم للبعثة، وما زال اعتبار أن المبعوث غير موجود. مرة أخرى ستيفاني خوري تعاني من مشكلة يعني أساسية، وهي قانونية وجودها في البعثة. ما زال باتيلي يجب أن يبقى باتيلي حتى يعطي شرعية أو قانونية لوجود ستيفاني خوري، وهذا ما يجعل منه يمكن تبدي بعض الأجواء مختلفة ومغايرة عن سنة 21. كنا نمر بحالة حرب وأردنا المضي قدما في مرحلة أو الدخول إلى مرحلة ما بعد الحرب. اليوم الأمور مختلفة كليا. المسألة أعقد لسبب أساسي، هو أن بكل وضوح الأزمة السياسية أكثر تعقيد اليوم على مستوى المصالح الشخصية التي يصدرها الأطراف السياسية أو الشخصيات السياسية التي تتفاوض، تعتبر مصالحها الشخصية هي الأساس. المشكلة الثانية لها علاقة بمزيد من التدخلات الأجنبية التي تعقد، أو التدخلات الخارجية التي تعقد العملية السياسية، فكلاهما يجعل من المسألة أكثر تعقيدا من أي وقت سابق. والآن لم يعد وجود الروس على استحياء، بل وجود الروس المسلح على الأرض أكبر وأكثر بكثير. في تقديري أنه من الصعب حلحلة وتفكيك هذه المشكلة بالطريقة التي يمكن أن تتعاطى معها مبعوثة جديدة بالإنابة تعاني من مشاكل كثيرة جدا. البعثة التي فقدت يعني كفاءات كبيرة جدا خلال العامين الماضيين بسبب عدم وجود مبعوث، عدم وجود رؤية خارطة الطريق واضحة جدا أو رؤية لعملية. من يؤثر في من؟ طالما أنت أتيت على بعض الكفاءات العالية في البعثة، هل البعثة هي التي تؤثر في سلوك المجتمع الدولي أم العكس؟ المجتمع الدولي ومدى توافق على الأقل القوى العظمى والكبيرة فيه على عمل البعثة داخليا؟ شوف، وإن كنا نتحدث على أن أهم أدوات هذه البعثة هي الإحاطات التي تقدم إلى مجلس الأمن، يعني تبقى مشكلة ومعضلة كبيرة لما ما يكونش في شخصيات فاهمة ومستوعبة وقادرة على استيعاب الأزمة الليبية ومشاكلها، وهي كثيرة. من بين هذه المشاكل اليوم، يعني كما شرط يعني وشار أحد الضيوف الكرام، أن يعني هناك أطراف سياسية لا ترغب في تقديم بعض التنازلات للدخول إلى طاولة المفاوضات. هناك من يتحدث على أنه ربما حفتر لم يقدم الماء الآن وهذه معضلة، وأن هناك يعني شروط مسبقة من دبيبة يضع شروط مسبقة، تبيني نخش للحوار، أعطيني دستور وأعطيني قواعد دستور وتمنحني أن ندخل. فمشكلة الأطراف والشروط المسبقة والتعنت من قبل دخول المفاوضات مسألة تعقد أي مفاوضات بأي شكل كان. نعم، نعلم جميعا بأنه في النهاية سيدخل الخمسة الكبار أو الأقوياء، ربما ستة عسكري لازم يقابل عسكري، لمفاوضات جديدة، وأن هذه المفاوضات ستنتهي بصفقة سياسية يتقاسمون فيها السلطة مع بعض. ولكن الآن هناك من يعتقد بأنه يملك كل ما يريد، لا يرغب في تقديم التنازلات، وضع سياسي جيد، لديه مراكز قوة، عند النفوذ، عند أدواته، يحصل على نصيب من المال العام بأي شكل من الأشكال، موجود. لماذا يقدم تنازلات لتغيير أو لذهاب ليبيا إلى حالة من الاستقرار؟ طيب، هذه الرؤية الضيقة، هذا التوقيت يتزامن مع ظروف خطيرة جدا في هذه الآونة تحيط بليبيا على المستوى الإقليمي. طيب، اسمح لي أن أنتقل بالسؤال للدكتور يوسف. سيد إبراهيم وضحت الفكرة تماما. دكتور يوسف، يعني التعنت من قبل القادة الرئيسيين قبل الدخول إلى أي عملية مفاوضات، هذه الرؤية الضيقة من قبل القادة، هل هي التي عرقلت عمل البعثة؟ وهل الأطراف المحلية في حال ما استمرت في تعنتها هي من ستعرقل خوري مستقبلا، أو من سينوب على عبد الله باتيلي؟
وبالتالي التأثير هنا عكسي، ليس تأثير البعثة في الأطراف المحلية وإنما تأثير القادة الرئيسيين دبيبة، تكالة، عقيلة، حفتر، لمنفي أو المجلس الرئاسي، هم الذين يؤثرون في عمل البعثة ونجاح أي خارطة الطريق مقدمة من قبلهم. العرقلة هي طبعا معروفة، عرقلة داخليا ودوليا. نحن نعرف أن التوافق الداخلي هو عادة صعب جدا إلا عن طريق ضغط دولي، ولاحظناه على مستوى تشكيل حكومة الذي يرغب في تشكيلها مجلس نواب مساء الدولة، إلى الآن لم يتم حقيقة التوافق عليها، لأن لا يمكن أن تكون هناك أي توافقات ما بين هذه الأطراف داخل ليبيا إلا عن طريق يعني شرعية دولية. وخير دليل ما حدث حقيقة في الانقسام اللي موجود والصراع الموجود، وبالتالي ما لم يحظى هذا الحوار أو ولا اللجان القادمة والسابقة ما لم تحظى باتفاق دولي وضغط دولي سوف لن تنجح، لأن نعرف التعنت من الأطراف الرئيسية لاحظناه حتى على مستوى حكومة الدكتور أسامة حماد، لما كان هناك اعتراض كبير من قبل دبيبة والرئاسي ومساء الدولة بمشاركة هذه الحكومة في 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 حوار، بالرغم أن هي أي نعم غير معترف بها دولية ولكن معترف بها مجلس النواب والذي يعني أعطاها الثقة. وبالتالي هناك مشكلة حقيقة هي تكمن ما بين هذه الأطراف بشكل كامل، وهذا الآن استغلته الولايات المتحدة الأمريكية التي تأمل بأن تتولى السيدة خوري بالإنابة في مسألة الحوار القادم وأن تذهب إلى لجنة رفيعة المستوى، لأن تعرف ما فشل حقيقة الحوار السابق هو سوف لن أي مبعوث قادم أو السيدة خوري لن يبدأ ما انتهى إليه السيد باتيلي، لأن المسألة في مسألة الحوار هي أصبحت اليوم معضلة والأطراف الدولية غير راضية على مشاركة كل الأطراف في مسألة حوار واحد، بل تريد إقصاء أطراف دون أطراف نتيجة مصالحها من هذه الأطراف التي ترى فيها. من هي الأطراف التي تسعى لإقصاءها؟ هذه الأطراف نعم هي واضحة، الأطراف هي تسعى لإقصاء حقيقة حكومة الشرق حكومة دكتور سمحاد، وهذا خير دليل ما حدث في السابق، ولجأ السيد باتيلي بأن يراوغ في هذه المسألة وأن يبحث عن إدخال وإقحام هذه الحكومة، وأعتقد أنه هو مؤخرا يعني تم هناك لقاء بين الدكتور سامح حماد وسيد باتيلي، وافق سيد باتيلي بأن يتم المشاركة. نرى أطراف دولية رفضت هذا الأمر ورفضت بالتالي حتى مسألة الحوار في المقابل. حفتر يريد إقصاء حكومة دبيبة، وهذا خير دليل. في المقابل حفتر أراد إقصاء حكومة دبيبة من هذا الحوار. نعم نعم، لأن حكومة دبيبة من جهة الولاية يا أستاذ محمد، حكومة دبيبة رغم أنها معترف بها دولية، أي نعم معترف بها دولية، لكن هي مدة الولاية منتهية، أي نعم يريد إقصاء لأن هي المفروض أنها ما تشاركش الحوار، هذا أمر واضح أصبح. ولكن الأطراف هي بصفة عامة ناهيك عن المشاكل الداخلية بين الأطراف، هناك أطراف دولية هي الذي يعني ضغطت على السيد باتيلي بأن يتنحى عن هذه المسألة، وهذا ضغط دولي. إذا كانت الحكومة منتهية الولاية لماذا قبل حفتر بمشاركة المجلس الرئاسي وهو الذي جاء في قائمة واحدة وبناء على توافقات وقاعدة قانونية واحدة مع هذه الحكومة؟ المجلس الرئاسي يا أستاذ محمد اللي قاعد كان يعني يتفاوض معه وكان يريد أن يمكنه هو السيد باتيلي والحوار بصفة عامة، وحتى السيدة ستيفاني وليفز في السابق كانت تتعامل مع السياسي باعتبارها أعلى سلطة، وبالتالي تبي تستخدمها في برنامج لجنة الحوار واللجنة الرفيعة المستوى بحيث يصدر بعدين مرسوم للجنة الفنية القادمة، ولكن حقيقة فشلوا في هذا الأمر، وبالتالي اليوم يبحثوا على الحوار البديل هي لجنة الرفيعة المستوى، هذا الأمر اللي أعتقد أنه هو سوف تذهب إليه السيدة خوري أو حتى المبعوث اللي هو يتكلموا عليه ويحاولوا أن هم يعني هي ذات المحصلة. دكتور يوسف، إذا كان حجتك بإقصاء حكومة دبيبة لأن ولايتها انتهت، فهذا الأمر يسري وينطبق على المجلس الرئاسي، لكنك لربما تنتقي بعض الحجج القانونية تارة وتتركها تارة أخرى بناء على موقف أو خصومة سياسية. لا ننتقي، حكومة الوحدة الوطنية شن قدمت أستاذ محمد؟ 3 سنوات صرف 400 مليار يا جريمة، هذا شأن آخر، هذا مسار آخر في الحديث دكتور. حكومة حماد بأقل إمكانيات صناعة المستحيل يا أستاذ محمد، استعد حالة إعمار مقاطعة النظير بفضل جهود الجيش والقائد العام، اليوم الإعمار شرق وجنوب أصبح أمر واضح، حرش كل القادة الداخليين والدوليين. أستاذ فيصل، يعني أليس هو الغرض أو أليس الغرض والهدف من الحوار هو أن يكون بين المتخاصمين، أن يكون بين الفرقاء حتى نصل لربما أي قاعدة يلتقي فيها عند المنتصف كل هذه الأطراف
المتخاصمة في المشهد السياسي الليبي. لماذا برأيك أصر دبيبة على شروطه، ولماذا يرى الكثير أن دبيبة هو من أفشل هذه المبادرة بتعنته، بوضعه لشروط مسبقة، باستمراره في البقاء في هذا المشهد السياسي رغم انتهاء ولاية حكومته، ورغم سحب الثقة من قبل مجلس النواب منه، ورغم تسمية حكومة أخرى ممثلة في أسامة حماد كحكومة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية؟ نعم، واحدة واحدة يا محمد، خلينا نحاول نرد عن النقاط نقطة نقطة. يعني بداية، زي ما أثار أخونا يوسف ماذا قال؟ قال أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، يعني أن مسحوب منها الثقة ومنتهية الولاية. جيد جدا. لو سلمنا بذلك يا سيد يوسف، لو سلمنا بما تقوله، إذن سنكون أمام طرف واحد من أطراف الصراع وليس أمام طرفين. انظر إلى المعادلة كيف ستكون. سيكون لديك رئيس حكومة اللي أنت تعتبر فيه شرعي، اللي هو أسامة حماد، من منطقة واحدة من ليبيا، من باركة، ورئيس السلطة التشريعية عقيلة صالح من منطقة واحدة من باركة، ورئيس المجلس الرئاسي يعني رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة محمد المنفي، سواء اعترفت به أم لم تعترف، أيضا هو ممثل، يعتبر يعني ممثل لبرقة أو محسوب على برقة أو حصة برقة زي ما يقول عقيدة صالح. يعني أنت لو بتجي بهذا المفهوم وبنسلمه إحنا بكلامك أن حكومة طرابلس منزوعة الثقة وغير معترف بها، معناها صار معاش عندنا طرفي صراع في ليبيا، انتهت المشكلة. هناك طرف صراع واحد يجلس مع بعضه ويحل لنا مشكلة ليبيا، يجلسوا عقيدة والمنفي وعقيدة صالح زي ما جلسوا قبل، وممكن معاهم خليفة حفتر، ويحلوا مشكلة ليبيا. معناها يا يوسف، معناها صار ما عندناش مشكلة احنا، الأطراف الرسمية والشرعية متمثلة في جهة واحدة، صار هي اللي تجلس مع روحها، واحنا بالنسبة لبرقة وبالنسبة لباقي الأقاليم طرابلس وفزان يعني يتفرجوا ويراجوا لنا يديروا لهم حل. هل هذا منطق؟ هل هذا أنت مقتنع به اللي تطرح فيه الآن؟ هل هو منطقي؟ هل تراه منطقي حتى بمنطق عقيدة صالح؟ رغم أنني لا أتكلم بمنطق الأقاليم ولا أرى إلا ليبيا واحدة. صحيح إذا كان دعوا ووصل الليبيون إلى مسألة يعني اختيار نظام فدرالي، أنا أول المرحبين وأتمناه اليوم قبل الغد. لكن أستاذ فيصل، قبل أن تنتقل إلى النقطة الثانية، لماذا تصر على هذا التوزيع المناطقي؟ حفتر يرى في نفسه قائد لمؤسسة عسكرية تمثل كل ليبيا، مجلس النواب عبر عقيلة صالح هو مجلس تشريعي يمثل كل ليبيا، وبالتالي كذا الأمر ينطبق على المجلس الرئاسي مجتمعا بما فيهم السيد محمد المنفي، هو مجلس رئاسي لكل ليبيا، لا يمثل اليوم برقة ولا فزان ولا يعني منطقة بعينها. لا يا محمد، لا لا لا، معلش خليني أرد عليك. التقسيم الذي حدث في المجلس الرئاسي تم اختياره من ثلاث رؤوس، وتذكر ذلك جيدا، وهذا إصرار عقيلة صالح دائما في أن تمثل الأقاليم الثلاثة. رئيس هذا المجلس، ونحن نعرف أن من يرأس كل مجلس هو شبه من يتفرد ويتحرك به كما يشاء، حتى فكرة الإجماع أصبحت مضروبة في زيرو ولا أحد يصدقها. فرئيس هذا المجلس كما شاء وأراد ونافس عليها عقيلة صالح، راه مش أنا اللي جبت الرئاسي ولا جبت حكومة دبي، جابها عقيلة صالح والمجموعة الذين معه اللي اتفقوا ومشوا لجنيف وأنتجوا الحكومة والمجلس الرئاسي. بالتالي يا محمد، عقيلة صالح أيضا، وخليني أرد على النقطة هذه يا محمد، عقيلة صالح كان دائما يقول أن هذه الحكومة، حكومة دبيبة، لا تستطيع أن تتنقل في كل ليبيا. الجواب على سؤالك يا محمد أن عقيلة صالح يمثل كل ليبيا، أيضا هو لا يستطيع أن يتنقل إلى طرابلس زي ما دبيبة ما يقدرش يتنقل إلى برقة وفزان. إذن الحال من بعضه. لازلت أقول يا محمد، لازلت أقول وأكرر أن هناك طرفا صراع في هذه المعادلة. إذا لم نتعامل على هذا الأساس لن نصل إلى حل. وأختم ربما بنقطة صغيرة يا محمد، نعم، فيما يتعلق بسيد يوسف ذكرها أو طرحها قبل قليل. يا سيد يوسف، الحديث يجب أن يكون دستوري وقانوني لما بنتكلموا، حتى الليبيين تواهوا يشوفوا فينا. ما هو لازم نتكلموا بالشواهد. لما تقول أنت حكومة دبيبة مسحوبة الثقة منتهية الولاية،
أنا برد عليك يعني بشكل واضح بعيدا عن الدفاعات والاصطفافات، أنا برد عليك بالدستور وبالاتفاق السياسي المدستر عند برلمان عقيلة، الاتفاق السياسي اللي دستر بالتعديل 11. ماذا يقول في المادة 1 فقرة 5؟ يقول أن سحب الثقة من الحكومة لا يتم إلا باتفاق ثنائي ما بين المجلسين طرفي الصراع السياسي، المجلس الأعلى للدولة والبرلمان، بينما سحبت الثقة من حكومة دبيبة من طرف واحد ولم يتفق معه الطرف الثاني، وبالتالي لازلنا في ذات الحالة من الصراع السياسي. طيب يعني في ظل هذه الاتهامات المتبادلة أستاذ إبراهيم بالقاسم، لماذا تصر على تعليق الإشكال كل الإشكال على الأطراف الدولية في حين أن هناك إشكال حقيقي في الداخل الليبي، إشكال حقيقي متمثل في من يترأس هذه المؤسسات الليبية، حتى عندما ترك المجال وفسح لهذه الأطراف الليبية بأن تتوافق رأيناها تغلب مصلحتها الشخصية على المصلحة العامة للوطن، وبالتالي ألا تتفق مع ما ذكره باتيلي في خطاب استقالته في خطاب الوداع عندما ذكر بأن أنانية هؤلاء القادة هي التي عطلت مشروع التوافق والمصالحة في الداخل الليبي؟ لأن لا توجد إرادة، وكما وصفتهم ستيفاني ويليامز في يوم من الأيام، ومن المؤسف أن أقتبس هذا الاقتباس، شبهتهم بالديناصورات، ومن الطبيعي أن الديناصورات ستنقرض في يوم من الأيام، ولا أعتقد أن هؤلاء الأمراء يعني سندفعهم دماءهم الملك يعني الزرقاء للمحافظة على ملكهم في أو ملكهم في حالة ذهاب إلى أي صراع بأي شكل من الأشكال، لذا هم باقون بشكل مؤقت ليس إلا، وأن عملية تغييرهم وإزاحتهم من المشهد هي عملية يعني تنتظر فقط حالة من ثلاثة: إما حراك الشارع وهذا له تأثير كبير جدا خصوصا لو كان سليم، سيهز عروش هؤلاء المتشبثين بالسلطة. يعني مؤسف أن احنا في عام 2024 قبل 10 سنوات انتخبنا آخر سلطة كان مجلس النواب اللي مفروض عمره سنة، وهذا لحد للدكتور يوسف. يا دكتور يوسف، عندما انتخب مجلس النواب في عام 2014 انتخب لمدة عام واحد، وأنه يجدد لنفسه بعد الاستفتاء، لم يستوفوا شرطا دستوريا، فوجودهم اليوم وجودهم من اتفاق سياسي. مجلس الدولة نفس الشيء، ممكن أسوأ من وضع مجلس الدولة، مجلس الدولة مباشرة من اتفاق سياسي. فحديث عن الشرعية والولاية أمر صراحة يعني مثير للسخرية في بعض الأحيان، والحديث عن الشرعيات في ليبيا راهو شيء يعني غريب جدا. لهذا أعتقد بأن مسألة مغادرتهم مسألة ضرورية. فأنا أتحدث عن فرصة أولى وسيناريو أول وهو حرك الشارع. كيف سيغادرون؟ كل المؤشرات تؤكد أو تدلل على بقائهم واستمرارهم. لربما تغادرنا أنت سيد إبراهيم بالقاسم ولا تكون معنا في حواريات قادمة، كما لم يكون معنا ضيوف كثر، لكنهم هم الباقون وهم ما سنطرحه في كل مادة، لأنهم هم المؤثرين والمتأثرين بالمشهد بشكل عام. هناك حالة من تطبيع أو خلينا نقول من تدوير الأزمة الليبية بأزمة أخرى. الحديث عن حوار جديد، وهؤلاء هم شركاء هذا الحوار، تعطي من يستفيد من العرقة وتعطيل ولا تجرى انتخابات فرصة لتمهيد الظروف الانتخابات، هذه راهو من المفارقات التي سيذكرها التاريخ كحقبة سوداء في تاريخ ليبيا. يا جماعة هؤلاء لن يغادروا. خليك معايا منطقي ولنتكلم بشيء من الواقعية رجاء، بعيدا عن الأمال والتمنيات أستاذ إبراهيم، وهذا ما تعودت منك. هل في حل في ليبيا دون هؤلاء؟ هل في أي تقدم في المسار السياسي العسكري الاقتصادي الليبي دون هؤلاء؟ كيف بالإمكان تجاوزهم؟ أعطيني حاجة واقعية. شوف مرة أخرى، السيناريو الأول سيناريو الشارع، وهذا احتمال ضعيف لأننا كلنا نخاف من حرك الشارع الليبي في أي اتجاه، لأنه سيكون مثل التسونامي اللي ممكن لا تفرق. هذا الخيار معطل الآن، ماذا عن الخيارين الآخرين؟ الذهاب إلى حوار سياسي وهؤلاء جزء منه، وتحاول بقدر الإمكان تحجيم دورهم، وهذا ما تسعى للبعثة اليوم، العقلية والدينية اللي تقود البعثة اليوم تقول بأنه يعني لنحاول التقليم أظافر والحد من نفوذ هؤلاء المستفيدين من بقائهم في العملية السياسية. الحالة الثالثة قبل أن أنتقل للدكتور يوسف، فهذا السيناريو صعب لكن هو الآمن. نعم. السيناريو الأخير والتغيير بفرض واقع جديد مؤلم مؤسف قد يكون من خياراته العنف في بعض الأحيان، وهذا لا نريده،
لكن هو وارد. من سيفرضه؟ من نفضه الليبيين يرفضوا، لأن هم اللي حيدفعوا الثمن في النهاية. لكن شوف كيف سيفرضونه الليبيين وهم مواطنين مدنيين غير مسلحين لا يمتلكون من أدوات السلطة أي شيء؟ هؤلاء الموجودين اليوم على كراسيهم لن يدافعوا إطلاقا على أنفسهم في حالة وجود أي واقع جديد ضدهم. نتكلم على صراع، نتكلم على عقوبات دولية، نتكلم على الضغط عليهم بكل الوسائل الموجودة لإزاحتهم من المشهد، لكن هذا قد يسبب فراغ سياسي وتحتاج إلى رؤية سياسية غير متوفرة. لكن خليني نذكر بجملة مهمة جدا. وضحت أستاذ إبراهيم، لكن على الأقل الخيار الثالث غير بحلي فقط جملة واحدة غير واقعي. تفضل جملة أخيرة قبل أن أنتقل دكتور يوسف. حقيقة الآن المجتمع الدولي والأطراف الدولية لم تعد تتحاور مع الليبيين، وهذا مسألة تدوير الأزمة، تدوير الأزمة بأزمة ثانية، يعني تدوير هؤلاء في عملية سياسية وصفقة جديدة فيما بينهم. والحديث الآن لم يعد حديث سياسي ولا حديث أمني، الحديث اليوم حديث اقتصادي بشكل مباشر على مصالح اقتصادية لهذه الدول، بمعنى أنه يعلمون جيدا بأن الليبيين فتحت لنا قوس لنقطة أخرى أستاذ إبراهيم، إذا لا يوجد في الدورة القادمة. طيب حتى تكون لا تظلم فكرتك على الأقل التي تريد إيضاحها وإيصالها، يعني أي فارق يصنعه الدعم الأمريكي برأيك دكتور يوسف الفارسي لستيفاني خوري؟ أي لربما فارق سيصنعه الدعم الأمريكي لنائبة باتيلي والذي كان غائب مع مبعوثين آخرين ولم يحضر تقريبا إلا مع ستيفاني ويليامز؟ طبعا أستاذ محمد، نحن نلاحظ أن محاولات اللي اليوم تجعل الولايات المتحدة الأمريكية تضغط باتجاه السيدة خوري هي من أجل تنفيذ مصالح الاستراتيجية المتحدة الأمريكية في المنطقة، وبالتالي السيطرة على الملف الليبي، ويعني محاولة قطع طريق على الجانب الروسي. وخير دليل ما حدث في 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 مجلس الأمن ومحاولة المعارضة على يعني استلام السيدة خوري مهامة، وهذا يدل بأن هناك مشكلة حقيقية واضحة هو بين الطرفين. ولكن أعتقد أن المسألة تذهب في هذا الاتجاه، لأن إذا كانت المشكلة بين هذين الطرفين استقالة باتيلي معناها تذهب روسيا إلى جانب من تصطف محليا. نعم في مقابل ذلك الولايات المتحدة إلى من هي واحد أو إلى جانب من تصطف محليا. هل ذكرت لي هذه النقاط؟ محليا أستاذ محمد ما نقولكش من تصطف، هي عندها أطراف طبعا داخلية، هي تتفاوت مصالح المتحدة الأمريكية، مرات تصطف إلى أطراف دون أطراف، ولكن هي في رب العملية بصفة عامة هي تتعارض مصالحها مع روسيا. وبالتالي تمكين السيدة خوري من مسألة الملف الليبي هي أضمن للمتحدة الأمريكية، لأن ليس لديها حقيقة ثقة في من يأتي ما بعد السيدة خوري إذا لم يتم حقيقة تنصيبه وفق الأطر القانونية. لو أخذت الجانب الروسي، من حليفه محليا ومن الذي تدعمه موسكو محليا؟ والله طبعا روسيا اي نعم، نحن القياده العامه للجيش عندها تعاون مع روس من قبل، وعندها اتفاقيات، وحتى من الانظمه السابقه عندنا يعني روسيا عندها مصالح في المنطقه ومعروفه يعني خصوصا في الشرق والمنطقه الجنوبيه بصفه عامه. وخير ذلك استاذ محمد اللي هو التمدد اللي لاحظناه الان، هو اللي يزعج قاعد اليوم في الاطراف اللي هي ضد روسيا بصفه عامه داخليه وهي معروفه، وكذلك حتى الولايات المتحده الامريكيه. فهذا الامر اصبح يلقي بذلاله على الملف الليبي، لم يحسم الى الان الملف الليبي. وحتى انا لم الا يزعجك هذا التمدد الروسي في الداخل الليبي كمواطن ليبي دكتور يوسف؟ هي غير شرعيه، هي السلطات بصفه عامه استاذ محمد بدا يتكلموا الزملاء على الحكومات، هي الحكومات كلها غير شرعيه داخل ليبيا، وحتى السلطات هي غير شرعيه، هذا امر بديهي ومعروف. لكن نحن نتكلم على مشاركه حكومه السيد بيبا. السيد بيبا ديما يخرج في عده نقاط يقول انا اتعهد بالعمليه الانتخابيه، انا قادر على التامين، ولكن عرض الواقع فشل. هذه مساله بصفه عامه حتى على المستوى الدولي. وبالتالي اليوم اذا كان حتى المعارضه من صور القياده العامه ومجلس النواب على مشاركه بيبا، هي كانت على سبع اعتراضهم على مشاركه حماد. اذا شارك حماد مشاركه بيبا، اذا خرج حماد يخرج بيبا، هذا امر بديهي. طيب. هذه حكومه في الشرق والغرب، هذا امر واقع وقسام سياسي، رغم نحن كنا معارضين القسام السياسي استاذ محمد، ولكن حكومه الدكتور سمحان ليس مقارنه في بينها بينه مقارنه بين حكومه الوحده في الانجازات العملاقه. طيب. التي تقوم بها دكتور حتى نؤسس للحوار او على الاقل نضع بعض المعالم الواضحه لنفهم ما تريد ايصاله بشكل اوضح، وانت عبرت عليه مشكور. اليوم من يملك الشرعية في ليبيا؟ في الداخل الليبي من الذي بيده الشرعية؟ من الذي تراه أنت كدكتور يوسف الفارسي هو الجسم الشرعي وله الحق في إعطاء
أو صبغ الشرعية على أي من المؤسسات الأخرى؟ أستاذ محمد، من ناحية قانونية نحن نعرفه وفق الاتفاق السياسي هذه كل الأسام راهي خارج المشهد معروفة، يعني حتى مدة الولاية انتهت، ولكن هي راغبة في السلطة أستاذ محمد. كل حوار، كل أي مشروع قادم يجي تفشل فيه هذه الأطراف، بالتالي هي رغبة. هل في شخص أستاذ محمد جيت تحطه أنت في منصب تكلفه وبيسيب المنصب تاعه؟ يا ما بالك هذه دولة أستاذ محمد، السلطات التشريعية التنفيذية كلها تريد السلطة معروفة. إذا كل هذه الأسام لاسيما التي دعيت إلى مبادرة باتيلي، تكالة دبيب الرئاسي، عقيلة حفتر، هي أجسام غير شرعية وتتصارع على السلطة. هذه نقطة البداية على الأقل حتى القيادة العامة أستاذ محمد. لا، القيادة العامة للجيش هي مسؤوليتها اليوم تضامنية ومسؤوليتها مهمة حقيقة في مرحلة، ومن الواجب أن تكون قاعدة في المشهد، يعني لأن هي تحقق هي الشرعية استراتيجية الأمن القومي، يعني ليست أمرها سهل، يعني هو الجسم الشرعي الوحيد. نعم هي الشرعية. نعم هي الشرعية. من أي المؤسسة العسكرية أستاذ محمد؟ هذه اقتلعت الإرهاب واليوم تذهب إلى الإعمار. طيب، ليس هذا حديثنا دكتور يوسف، ليس هذا حديثنا دكتور. من أين تأتت شرعية هذه المؤسسة؟ هذا 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 أستاذ محمد توجهي، أنا حبيت أن أوضح لك. من أين تأتت شرعية هذه المؤسسة؟ اي نعم، اي نعم، ادت مؤسسه تشريعيه، ولكن امرها لما تكون هناك مصالح تحتضن مصالح البلاد فهذه المؤسسه يجب عليها ان تكون حاضره في كل الميادين، واليوم هي قاعده تعمل على تحقيق مصالح الناس. ولاحظ كل الانجازات الضخمه اليوم موجوده، لان حققت امن واستقرار حتى في مناطق الزراعيه اليوم، الانجازات تشوفوا فيها. بعيدا عن انقضاء شرعيه المؤسسات استاذ فيصل، وحرب الجميع من اجل البقاء في السلطه فيما عدا قائد عملية الكرامة من يترأس المؤسسة العسكرية وفق الدكتور يوسف الفارسي، هل تعنت كل هؤلاء القادة مع كل مبادرة تطرح سواء محلية أو دولية، لسيما مبادرة المبعوث الأممي أو المبادرات الأممية المختلفة، هو مرتبط بتخوفهم من أن تفضي في نهاية المطاف إلى رحيلهم؟ شوف يا محمد، بداية يجب علينا أن نقول وبصراحة أنه لا أحد ممن يتواجدون اليوم في السلطة، سياسيين أم عسكريين أم حتى قادة أجهزة أمنية ومجموعات عسكرية، على استعداد أن يغادروا أو أن هذا الوضع يزعجهم، بل على العكس، الكل ولا أستثني أحدا يرغب في البقاء والاستمرار وإيجاد صفقة للاستمرار والبقاء في السلطة. لا أحد يريد أن يغادر، هذا الوضع مريح جدا لهم، وأي مغامرة يعني أو محاولة للتغيير ستطيح بهم، وبالتالي لن يمنحوا الليبيين الحق في أن يختاروا من يحكمهم، لأنهم سيذهبون إلى زوال. هذه يجب أن نتفق عليها، نحن كليبيين يجب أن نتفق عليها، هذه مسلمة لا جدال حولها. أما مسألة يا محمد يعني تفضل بها السيد يوسف الآن قبل قليل، قال والله حكومة حماد في البداية تحدد على أنها شرعية، وبعدين قال السيد يوسف أن يعني مفروض حتى هي تحضر، يعني تحضر مع يعني والبعثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة تستدعيها كطرف من أطراف الحوار وتجلس بشكل رسمي. هذا لا يتأتى ولا يمكن القبول به. لماذا؟ مش حتى من نيني، البعثة وكذلك التي تتبع لمنظمة دولية، هذه المنظمة ومجلسها مجلس الأمن لا يمكن لهم أن يسمحوا لطرف غير معترف به دوليا، غير معترف به لدى منظمتهم ولدى مجلس الأمن ولدى كل وزارات الخارجية ولدى كل دول العالم، غير معترف بحاجة اسمها أسامة حماد، فكيف سيناقضوا أنفسهم ويقولون له تعال وهذا مقعد لك واجلس؟ هذا يعتبر يعني ضربة في مصداقية يعني الأمم المتحدة وفي اعتمادها للاتفاق السياسي السابق الذي أنتج هذه الحكومة المعترف بها لدى المجتمع الدولي. هذه من المسلمات يا سيد يوسف، لا يمكن للأمم المتحدة أن تناقض نفسها، يعني طلبك مستحيل، طلبك لا يمكن الاستجابة لكن له. لكن أنت بشكل أو بآخر أستاذ فيصل اسمح لي، توافقت مع الدكتور يوسف، هو بعدين جاء وقال لك كل هذه الأجسام غير شرعية، وعزز موقفه عندما تحدث بأن المؤسسة الوحيدة التي لديها شرعية هي المؤسسة العسكرية بقيادة خليفة حفتر، وهي التي أجلستها البعثة الأممية في الطاولة الخماسية، بالتالي هذه المؤسسة معترف بها دوليا وبالإمكان أن يلتف حولها
من قبل الليبيين؟ شوف يا محمد، خليني أرد عليك من جزئيتين، أو أرد على السيد يوسف من جزئيتين. الجزئية الأولى يتحدث عن أن السيد يوسف يتحدث على أن والله المؤسسة، ما يسميها المؤسسة العسكرية، هي الآن تجري عمليات الإعمار وتقوم بعمليات الإعمار. هل نحن بحاجة إلى مؤسسة عسكرية كدولة مدنية نتطلع فيها لحكم ديمقراطي وتداول سلمي على السلطة؟ هل نحن بحاجة إلى مؤسسة عسكرية كي تقوم لنا بالإعمار؟ أم نحن بحاجة إلى سلطة مدنية متمثلة في حكومة؟ الإعمار في كل دول العالم، كل الدول على الكرة الأرضية تقوم به المؤسسات الحكومية التنفيذية، ولا تقوم به ما يسمى بمؤسسة عسكرية. هذه واحدة. ثم إذا كانت هذه المؤسسة التي تسمى مؤسسة عسكرية هي طرف عسكري خصم لأطراف عسكرية موجودة في الغرب الليبي ليس أكثر، ولا يمكن، وأنا دائما أقول هاي محمد أننا لا نملك جيشا في ليبيا، والدليل أننا ذهبنا إلى مصر، أو ذهبوا إلى مصر في محاولة لوضع تأسيس للجيش الليبي من جديد، وكان حفتر ممثل لديه ممثلين لتأسيس إعادة بناء جيش ليبي هناك، وكنا نحن لدينا أطراف حضروا هناك. إذا كان لدينا مؤسسة عسكرية معترف بها وموجودة في ليبيا، لماذا نذهب إلى محاولة بناء مؤسسة عسكرية والتوافق على إنشاء مؤسسة عسكرية؟ ولماذا يرضى حفتر أن يشارك فيها؟ هذه واحدة. ثم في عجالة، في عجالة حتى هذا بالسيد إبراهيم بالقاسم، هل هناك يا محمد، أختم بها، هل هناك مؤسسة عسكرية بالإمكان أن تحترم أو يحترمها أي إنسان عاقل تهاجم عاصمتها وتدك الأحياء وتترك المقابر الجماعية وتقتل وتشرد وتنكل؟ هل هناك مؤسسة عسكرية تستدعي الأجنبي؟ وضحت وضحت يعني وضحت سأود إليك أستاذ فيصل، اسمح لي شعبها يعني حتى أوزع الوقت بشكل عادل. وبالتالي هي طرف عسكري في الشرق الليبي تواجهه أطراف عسكرية في الغرب الليبي في معادلة طرفي الصراع. وضحت. هي لربما يقول قائل أنها أقدمت على خطط الإعمار بسبب تقصير وقصور عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، لذا أخذت على عاتقها هذا العمل الذي ليس من صلب مهامها. أستاذ إبراهيم بالقاسم، التداعيات أو المآلات المحتملة للمشهد السياسي القادم في ظل التعنت المحلي وفي ظل عدم التوافق الدولي أيضا؟ شوف، خلينا مسألتين بس نوضحهم. الأولى أن حكومة أسامة حماد وإن كانت يعني قدمت شيء جيد ويعني ما استطاعت في كارثة درنة، لكن من ألغى وجود حكومة حماد هو المستشار عقيل صالح نفسه. لما تقبل بشكل فعلي قبل أسابيع أو بالأصح قبل أيام ملفات مرشحين لرئاسة حكومة جديدة، وهذه المسألة شنو الشيء الجيد لقد مات حكومة حماد لدرنا؟ تقييم، لا مش مسألة تقييم، لكن نتحدث مش تقييم، لا فقط لضرب الأمثلة. أنت قلت أن في هذه الكارثة تعاملت بشكل جيد، ما هو الشيء الجيد الذي قدمته؟ حتى خليني نغير الجيد بالممكن، يعني يكون أفضل صراحة، حتى لا يعني ما يعني لا بخسر الناس يعني. حتى هذا اليوم أستاذ إبراهيم، وأنت صحفي وأنت متابع للشأن السياسي، حتى عدد اليوم لم يكشف عن العدد النهائي للوفيات داخل درنا للمفقودين. طيب، هل هذا ممكن؟ هل هذا جيد؟ لا أعتقد، لا بتقديري أنا لا أعتقد أن في مسؤول ليبي واحد لديه الشجاعة أنه يخرج ويقول عندما يكشف الرقم الحقيقي عن عدد الضحايا في كارثة درنا، رغم أن يعني الحكم في قضية درنا بعد تأجيل لمدة 4 جلسات ومتداول في جلستين، الحكم حيكون في طيب. هي الحديث مش على الأزمة فقط، على هذه اللفظة. وأذكرك أستاذ يوسف، وأذكر السادة المشاهدين، أكبر أزمة مرت على ليبيا ألا وهي انهيار سدي درنا، كانت في ظل وجود وسيطرة حكومة حماد على تلك المنطقة قبل أن تضع أي محاذير أو احترازات في تلك المنطقة أيضا. وبالتالي لك أن تكمل في ما يتعلق ب الاحتمالات القادمة أو السيناريوهات المحتملة، تفضل. حقيقة حتى أكون منصف، وسيأتي الوقت مناسب للحديث عن تفاصيل أكثر في الإجابة السريعة وكيف تحركوا في اللحظات الأولى، وصحيح أن كل جهود الليبية لم تكن كافية لاحتواء واستيعاب هذه الأزمة اللي كانت، والكارثة اللي كانت أكبر بكثير من الجهود الليبية،
لكن كان هناك جهود على الأرض ملموسة. لكن مرة تانية لا، في ما فيش مسؤول في ليبيا يقدر يتحمل مسؤولية أن هو يذكر الرقم الحقيقي للوفيات، لأن أنا ذاك سيتحمل. أتمنى أن أتحصل على إجابة واضحة فيما يتعلق بمسألة الجهود الملموسة على الأرض، اذكر لي مثال واحد فقط. يحتاج إلى وقت مطول، لكن مرة تانية من ألغى وجود حكومة حماد كان المجلس النواب أو رئاسة مجلس النواب عندما استقبل لفات مرشحين جدد. إذن هي ألغت الحكومة الموجودة، وصار في حتى خلاف في داخل مجلس النواب، الكتل داخل مجلس النواب، الكتل المتصارعة، كتلة الرئيس وكتلة المعارضين لي، كتلة المصباح دوم، تصارعوا فيما بينهم في هذه المسألة تحديدا، هل تبقى الحكومة من عدم؟ إذا هناك مشكلة حقيقية داخل الحكومة متعلقة بأن معسكرك السياسي يرفضها من الأساس، هذه الأولى. ثانيا في عجالة أقل من دقيقة لدي قبل أن أنتقل للدكتور يوسف. الآن موجود كان موجود بتيلي وجاءة ستيفاني وخوري وسيأتي غير ستيفاني خوري مسؤولين آخرين ومبعوثين آخرين إلى أن نقتنع بضرورة الوصول إلى الطاولة. مسألة أخرى ومهم التعليج عليها أنه نعم هناك محاولات لمقاربات ليبية مفقودة، لهذا للأسف سيتظل التدخلات الأجنبية لفرض رؤى خارجية على الليبيين تحقق مصالح الأجانب غير مصالحنا نحن. أخيرا شوف يا دكتور يوسف، أنا أعتقد في تقديري أن هناك من يعمر ومن يبني الآن ويعيد الإعمار، صحيح لا نستطيع مراقبته هذه مشكلة، لكن وبارك الله في كل يد تعمر وتبني الآن، وشن نود لكم؟ نحن نود لليبيا كل خير، وفعلا هناك تنمية مفقودة في كل أنحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، لكن أحيانا يا دكتور يوسف اعتقادك بأن تدافع عن الفصيل السياسي اللي أنت تدافع عنه بهذه الطريقة المستفزة راه تنفر، أن أنت تسيء وتؤذي لفصيلك السياسي عندما تخرج بهذا الخطاب المستفز والخطاب المنفر لمعسكرك السياسي، اعتبرها قيادة، اعتبرها المعسكر السياسي في شرق ليبيا. لهذا نصيحة مني وخليها على الهواء مباشرة، رجاء حاول بأن تكون أكثر عقلانية لإيصال أستاذ إبراهيم، رجاء لكل ضيف الحرية والحق في أن يدافع كيفما شاء، اسمح لي. للأسف زاد من تحفظنا، لا نحجر على أي من الأراء. مرحبا بك دكتور يوسف، لك أن تتفضل وتقول ما تشاء مع كل الاحترام أيضا للأستاذ إبراهيم الذي له الحق في أن يعبر ويتحدث بما شاء نقدا واتهاما، وفي ليبيا الأحرار أيضا أكثر من ذلك. يعني وضحت أستاذ إبراهيم، وضحت تماما. أستاذ محمد نعم أستاذ، أستاذ محمد أنا هذا التوجه متاعي، أنت تقرش فيها القناة وعارف توجه ويحترم يحترم المسلحة العربية الليبية الدفاع عليها، هذا مبدأ وهذا توجه عندي، هذا لك كل الاحترام. ما دكتور لنستفيد من الوقت، لنستفيد من الوقت واسمح لي أن أطرح استفهام معروفة. ونعطيك حاجة أخرى يا أستاذ محمد، نعطيك حاجة أخرى، يتكلم عن مسألة الإعمار، أنا أقول حاجة، أنا عضو تدريس في جامعة درنا ورئيس قسم السياسية غادي، يعني متواجد في الجامعة ونشوف حياة الإعمار في المدينة، حياة الإعمار غير 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 متوقعة كانت أستاذ محمد، إعمار كبير جدا في درنا حاجة تفوق الخيال، المدن الجنوب الشرق كلها حياة إعمار وتنمية واستقرار وأمر يعني لا قوة إلا بالله، هذا دليل لفشل حكومة الوحدة الوطنية في حالة الإعمار، لجنة القيادة العامة حقيقة لهذا الأمر، لأنه يعتبر من أهم أهداف المؤسسة العسكرية هي التنمية الشاملة والاستقرار. وبالتالي أنا أستغرب أستاذ محمد أن ضيفيك يعني ما همش عاطين أهمية للإعمار اللي سير، وما همش معدلين، وهم يحسبوا نحن يعني غير نحن في خشوا في جدال ومشاكل، هذا امر واقعي قاعد. طيب في اخرين لربما يختلفوا معك، لكن دكتور اسمح لي، ندافع طرف معين. اي نعم، انا ندافع عن الجيش الوطني الليبي والقائد العام، وهذا التوجه بتاعي ومبدا بتاعي. طيب دكتور في عجاله مصر على سؤالي، مصر على طرح استفهامي. دكتور اسمح لي، اسمح لي دكتور حتى لا اتهم بالاستفهام معك رجاء، حتى الحدود ربينا ما فيش ولا طيب وصحة. حتى لا أتهم بالاصطفاف معك لابد أن أطرح استفهامي كما طرحته على الضيفين. أستاذ إبراهيم رجاء، أنا ساكت أستاذ محمد. طيب اسمح لي أن أسأل وأنتقل وأختم مع السيد فيصل. هذا أمر خاص بي. طيب لك كل الاحترام مجددا. موضوع نعم أستاذ يوسف اسمح لي في عجالة، هل ما يتحدث به البعض من أن هذا الانقسام السياسي يفيد معسكر حفتر بالنظر لسيطرته على القرار المالي وعلى السلطة التنفيذية التي تمثلها حكومة حماد، وبالتالي يريدون الإبقاء على هذا الوضع كما هو عليه في عجالة رجاء؟ أستاذ محمد، الجيش الحمد لله مسيطر وبدليل الإعمار والتنمية، حكومة دكتور سامح حماد بجانب الجيش صندوق الإعمار
لاحظنا حتى أمر غرفة الأمنية اللي وصل دائم يذهب لأمن في مناطق وإمكانيات وتوفير الإمكانيات حقيقة كبيرة جدا لم تقدمها حكومة واحدة. وبالتالي الجيش نعم مسيطر على الأمور الأمنية والاقتصادية. ليس هذا سؤالي. أمن وعمر والأمور قاعدة تحت السيطرة بالكامل. ليس هذا سؤالي دكتور يوسف، لكن أنا وصلت إلى ختام الحلقة ولابد لي أن أنتقل. كنت أتمنى أن أتحصل منك على إجابة، هل هذه العرقلة مقصودة متعمدة حتى لا تأتي سلطة أخرى ربما هي من تسيطر على القرار المالي لا سيما في برقة أو على كل التراب الليبي في عجالة؟ دكتور يوسف ما عقبت شيئا يا محمد. العرقلة ليست متعمدة يا أستاذ محمد، المتعمدة ليست متعمدة. طيب الأطراف الأخرى هي المعرقلة أستاذ فيصل. الأطراف السياسية وليس العسكرية تعرقل أستاذ محمد. أستاذ فيصل سأختم معك، هل هذه الأطراف بعيدا عن الأطراف النافذة في برقة، أتحدث عن أطراف الغرب الليبي، أتحدث على وجه الخصوص ودون أي مواربة عن حكومة الوحدة الوطنية، هي من تعرقل المشهد، هي من تريد الإبقاء أو البقاء أطول فترة ممكنة للسيطرة على القرار الحكومي والمالي أيضا في ليبيا؟ شوف يا محمد، يعني خليني نجاوبك من جزئيتين. أولا الجزئية الأولى تحمل الرد لك بسيط على أخونا يوسف يحاول يعني أن ينظر إلينا على أساس أننا وكأننا نكره الإعمار لأهلنا في المنطقة الشرقية، أو هناك أيضا غيره من يحاول أن يتهمني حتى أنا في هذا الخصوص، ولكن للأسف أنا لا أخاطب العقول الصغيرة وأنا أتحدث يعني على ليبيا ككل، وأتحدث عن أنه يجب أن يكون هناك استقرار حقيقي وميزانيات حقيقية ومراقبة وشفافية حتى يستفيد كل الليبيين من 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 هكذا يعني من هكذا نمو اقتصادي وهكذا توجه نحو الإعمار والبناء. وعلى العكس يعني في النهاية يا سيدنا حتى بالمنطق ربما البسيط والاجتماعي نقول لك يا سيدنا يا أبناء عمومتي أكثر أبناء عمومتي موجودين في شرق ليبيا يا سيدنا فلينعموا وليستفيدوا بهذا الإعمار. بالنسبة لي أنا شخصيا يعني هذا يبهجني ويسرني، ولا يمكن لي يعني في النهاية أن أكون يعني أن أحمل قلبا يعني يكره أو لا يتمنى الخير لكل شبر في ليبيا. هذه واحدة. ثم مسألة أن هل يعني حكومة الدبيبة أو الدبيبة يا محمد وبدون مواربة أيضا أنه هو من يعرقل أو لا يريد يعني أن يكون هناك حل سياسي. الدبيبة طرف سياسي، طرف في المعادلة في الصراع السياسي، وهذا الطرف أيضا إذا تمكن في أن يبقى في السلطة أكثر أيضا مثله مثل غيره سيتشبث ويبقى، ولكن ولا أحد هناك كما قلت لك يرغب في الرحيل أو يرغب في التغيير لأن التغيير سيكون على حسابه. لكن هل بالفعل لو جئنا للحقيقة الواقع أنا سأقول لك يا محمد أن هذه الحكومة تمثل ضمانة لي أنا في الغرب الليبي. قبل شوي قلت لك أن تبقت لديك دقيقة أستاذ فيصل، كثف من عباراتك دقيقة محمد. لا، هذه السلطة لديها اعتراف دولي، إذا ما تنازلنا عن هذا الاعتراف الدولي وسمحنا بتشكيل حكومة جديدة تخضع لعقيلة صالح طرف صراع وحيد سوف نصبح نحن بلا أوراق سياسية. ولهذا بعيدا عن الاصطفافات أقول نحن بحاجة أيضا كطرف من أطراف الصراع لقوة تمثلنا لديها اعترافات دولية نستطيع أن نجابي بها الخصم الذي للأسف لا يريد إلا لي الذراع وفي محاولة للسيطرة على كل المشهد السياسي الليبي. أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي فيصل الشريف. الشكر موصول سيد إبراهيم بالقاسم. والله وصلت لختام الحلقة ولدينا ندوة يجب أن تعرض أيضا على رأس الساعة، أقل من 30 ثانية ما نبيش نكسفك. تفضل شو بتقول؟ ما هيش معركة، بارك الله في كل يد تبني الجيش. شكرا. موجود فقط لعملية تطوير وبناء ليواكب احتياجات اليوم. من الخطأ أن نقول بأنه لا يوجد في ليبيا جيش. هناك جيش. شكرا. في ليبيا هناك نواة، هناك القاعدة الأساسية التي يمكن التطوير والبناء عليها. شكرا وضحت أستاذ إبراهيم. أستاذ فيصل ما نسمعش فيك أستاذ فيصل. من هو الجيش يا إبراهيم؟ أنا بنفتح الثنائية وجود حتى لو كان في حالة انقسام خلينا طيب. نبتعد تماما عن طيب هذا موضوع حلقة آخر. من هو الجيش الذي تقصده؟ موضوع جيش نعم أشكرك شكرا جزيلا سيد إبراهيم بالقاسم. دكتور يوسف شكرا جزيلا لك أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنا. أستاذ فيصل اعذرني لا أسمعك دكتور يوسف. أستاذ فيصل شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكل السادة المشاهدين.
وصلنا إلى ختام الحلقة، حنفتح حلقات أخرى لا بأس، اعذرونا ضيوفنا نظرا لضيق الوقت فقط. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.